أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. توجه كادر البرنامج إلى محافظة واسط وبالتحديد أكثر قضاء العزيزية. قطاع الثروة السمكية قطاع مهم جدا للاقتصاد الوطني العراقي، وما ننسى يوم من الأيام وصل الإنتاج إلى 1,000,000 طن، أي حققنا الاكتفاء الذاتي. ولكن مع كل الأسف عقبات واجهت هذا القطاع، وأصعبها شح المياه وانتشار الفيروسات بالمياه العراقية. حلقتنا اليوم في بحيرات الأستاذ عصام علاوي من أقدم المنتجين بهذا القطاع المهم. تخيلوا لاي أنه هذه البحيرات إجازتها صادرة قبل 35 سنة. اليوم نتعرف على الصعوبات اللي تواجه هذا القطاع، ورسالتنا إلى الجهات المختصة خلونا نحافظ على هاي الثروة اللي موفرة مئات الآلاف من فرص العمل. يا رب حلقة تعجبكم، ابقوا ويانا. أحبتي المشاهدين، لقاءنا الأول راح يكون مع أبو أحمد. أبو أحمد أحد المستثمرين بقطاع الأسماك، اللي اليوم راح نتعرف على كثير من اليوم أسرار هذا القطاع، الظروف اللي يعيش هذا القطاع السمكي المهم جدا اقتصاديا، ولكن للأسف التراجع مستمر دائما بهذا القطاع. رحب بك أبو أحمد. يا رب إن شاء الله تكون بخير. أشكرك، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. الله يخليك. الله يحفظك أبو أحمد. بداياتك ويا هذا القطاع شو وقت؟ أنا أول ما دخلت البوابة لقيت الرخصة بالثمانينات. نعم، يعني قديم أنت بهذا القطاع. أعرف شلون دخلت هذا المجال، وهل هي وراثة أو يعني أنت يعني اجتهاد من حضرتك؟ نعم، احنا بدأت مسيرتنا ويا الأسماك من أسماك الزينة، وبعدين طورناها إلى الأسماك الأكل. نعم، من سنة 89 احنا نشتغل بالأسماك مال الأكل ولحد الآن. شنو دفاعك اللي تعمل بقطاع الأسماك؟ نعم، دفاعك تعمل بقطاع الأسماك؟ والله هم هواية وهم رغبة للاستثمار والش اسمه جيد، يعني فبدينا كانت الأمور يعني زينة والأسعار زينة، بس الآن كثرة الإصابات اللي صارت تصير بالقطاع الأسماك، هذا الفيروس اللي يصيبها تقلب درجات الحرارة، خصوصا الشهر الرابع والخامس العاشر الدعاش. نعم، فده تروح هلاكات كل شوية، يعني أصبحت يعني شغلة الأسماك مثل القمار. يعني أنا سامع الدواجن هي اللي المقاومة تقريبا. الآن الأسماك لحقتها، هذا المرض بدأ عندنا من سنة 2000 بالضبط. بالألفين يعني مو حديث. أنا انضرب عندي، مو جديد، سنة 2000 انضرب عندي حوض بالحفرية، وظل يجينا كل بس بالخريف. الآن أصبح مو بس بالخريف، الخريف والربيع، ويستمر حتى إلى منتصف الشهر السادس أو آخر السادس وموجود المرض يصير بالأسماك. يعني زين أبو أحمد، يعني دي تحكي لي أنت أول إصابة بهذا المرض من عام 2000. أنا صار عندي بأحد الأحواض سنة 2000. إحنا دي نحكي على 24 سنة، معقولة ما لقيتوا حل كمربي ثروة؟ أي علاج له، لنجرب مختلف العلاجات ولا ما جاء نوصل إلى فد علاج اللي شو اسمه. زين أكو بعض المستثمرين يقولون على أساس راح نجيب لقاحات. على واي يجيبون لقاحات؟ ما نتمنى. نعم. أكو أحد الأخوان هم سوى لقاح وش اسمه بي اللي هو بنترات الفضة وبالنانو بالهذا، جربناه ما انطانا فد مفعول قوي، يعني ما خفف؟ خفف شوية بس ما قضى على هذا. وبعدين سعر اللتر ماله غالي يعني. نعم، يعني ضاف علينا كلفة إضافية على فوق المرض والهلاكات اللي تصير. نعم، أريد بداية أتكلم لك على الموقع، موقع البحيرات. أنت من أهالي بغداد. نعم، ومن سكان العاصمة بغداد. إيش عجب بواسط اختاريت أنه يكون مشروعك؟ والله هي عرضت علينا فرصة هنا، هاي البحيرات كانت مال نزار السامرائي فعرضها وللبيع. نعم، فدخلنا شركاء بها، اشترينا البحيرات. كانت السامرائي المعروف؟ ها؟ نزار السامرائي؟ اي هذا معروف يعني كمنتج بالأسماك. منتج أسماك، منتج أقدم منتج أسماك بالعراق وأثقل منتج أسماك بالعراق إلى الآن؟ لا،
أنا رجال كبير بالخمسة وثمانين سنة وأكثر. ربي ينطي الصحة والعافية. باقي يعني إن شاء الله. أغلب أملاكه اللي موجودة باحة، يعني هاي كانت جملة من جملة أملاكه يعني. أخت بداية كلامك قلت أنا بديت بتربية الأسماك. نعم. وبعدين رحت لأسماك الأكل. صحيح. أسماك الزينة وبعدين للأكل. نعم. أريد أعرف الفرق بين هذه التربية بين من الأصعب من الأسهل أسماك الزينة أكثر. أسماك الزينة بد عالم كلش كبير، يعني مو نوع واحد أو نوعين، مئات الأنواع. نعم. وهي أغلبها هي استوائية. صحيح. يسموها تروبيكال فيش، يعني تعيش بالدرجة حرارة تقريبا بين ال 18 و 26. نعم. لا تتحمل حرارة عالية ولا تتحمل انخفاض بالدرجات الحرارة. بس أسماك الجولد فيش اللي السمكة الذهبية هاي لا تتحمل، عوفة بالبرد، عوفة بالهذا، تتحمل هذا. نفس أسماك المقاتل. لا الفايتر. المقاتل لا هم ما يتحمل برد. اها. اي يعني من أسماك الأصعب وين؟ ها؟ الأصعب وين؟ والله الأصعب هن اكو الأنجل والأوسكار والديسكارد. الأصعب بين الأسماك بين الأكل والزينة. الأسماك الأكل ما بيهن صعوبة، بس هو هذا يعني الذب علف هو نوع واحد لهذا الكارب. اكو كارب العادي واكو الجراس كارب اللي هو العشبي. العشبي صحيح. والسيلفر كارب اللي هو هذا الفضي. نعم. هذا اللي طفر يطلعوا نبات. اي صحيح. افلام مال وثائقيه. اي الوثائقيه. نعم. قموز يطفر شو اسمه. هذا اسعاره تكون رخيصه بالنسبه لهذا، لان هذا يعيش على فضلات الاسماك. اها. يفلتر يعني نشوف الخياشيم مالته فد 10 طبقات. نعم. فيسحب الميه بشو اسمه وشكو عوالق شكو بالهذا يفلترها وياكلها. فهمت. يعني ما ياكل على بهذا الموقع. انت شو مربي؟ الان بس كارب العادي. الكارب العادي. إيه. الجراس اكو عندنا بس كميات قليله وعاده. نعم. هنا انا اسماك صغيره انا شفت. يعني هاي هسه الاصبعيات يعني جبناها من المفقس تقريبا غرام الى نص غرام. اوه. إيه. بسيطه. وتبدي بالعلف بالهذا تكبر الان توصل مثلا 20 50 غرام نوزعها على حوض البقيه. فمن يعني نسوق حوض ويفرغ. ايه. نسوي له ادامه ننقل من هذا لل شو اسمه نقدر نسميه قديم كنا تسمعون صوت. هذا مدفع صوت على الغاز يشتغل. يعني على الغاز كل ساعة فنانين حتى يهرب الطيور اللي تيجي على الاسماك الصغيره. قبل شويه مصور عندنا فز مصورنا تحياتنا علي خالد فز كان واقف قبال الصوت كان كلش عالي. هذا اهميته شنو؟ يبعد الطيور اللي شو اسمه هاي النوارس واكو هذا غراب البحر الاسود اللي يغط يلحق السمك. يعني خالي بس البحيره بس الاصغر يهزم الطيور. آه يبعدها يعني. آه ما شاء يعني الله. لان الصوت ماله يبعد الطيور. جيد. يعني هذا البحيره هاي الخاصه نقدر نسميها حضانه الاسماك. نعم. انه بدايه وبعدين بعدين ننقل من عندها. جيد. ابو احمد سؤال ببالي دائما انا اسال مربي الثروه. نعم. السمكيه ولكن للاسف ما اقتنعت باجابه معينه. ممكن ان شاء الله بركت نستفاد اكيد. نعم. من وجودك والتخبير بهذا الموضوع. ليش بحيراتنا ومربي الثروه السمكيه مركزين على الكارب؟ ليش ما يربون غير نوعيات؟ الكارب ارغب سمكه بالاسواق. يعني انت الان من تجيب هذا البلطي اللي الشايع بين هذا الشانق. شانق صح. يسموه شانق هو بلطي. هذا ما مرغوب بالش اسمه ولا سعره مجزي. يعني هسه احنا اللي يطلع عندنا بالبحيرات من عنده من عرضه 750 500 الكيلو. نعم. يعني لا مثلا النوعيات الاخرى. ما هو ما عندنا النوعيات الاخرى اللي تعيش ضمن مياهنا هو الكارب العادي والجراس كارب العشبي والسيلفر كارب. اذا يتعايشن ويا جسمه. بس السيلفر اسعاره هم قليله يعني واطعه. والجراس لا يعني شكل الشبوط العراقي. نعم. بس يختلف باللون عنه ولا شكله بالضبط. حتى قسم يسموه شبوط دياله. لا يعني مثلا احنا ما عندنا انه يعني نربي شبوط. الشبوط ما يتربى بس اكو مزارع الان قامت تربي البني. البني مثلا. البني يجو اكو كم مفقس مال شو اسمه بس البني ما يكبر بموسم واحد. اه يعني يجوز موسمين الى ثلاث مواسم.
يعني ما بي ربحية بصراحة. لا يعني من تحسب انه هو نفس اللي انت صرفه على الكارب بسنة او بسنتين تعادل سعره مال سنتين. مثل يعني اسماك البز مثلاً وغيرها. على افتراض الان الكارب مثلا ينباع الكيلو ماله بثمانية ونص، ذاك الكيلو ماله ب17، بس شنو موسمين، فانت من تحسب موسم يعني 8.5 و8.5 هي صارت الموسمين نفس السعر، فالكارب تجي الكارب افضل. وهذا البني يعني رغبه عليه بعض المطاعم والهذا ولا صحيح. مو كل زين ابو احمد، ده نسمع اخبار قاعد تجينا انه اكو مربين صاروا للاسماك البحريه بالبصره، تتوقع ينجح هذا الشيء؟ والله على واحنا يعني ليش لا، اذا عندهم مي بحر ومن وبالتجارب وبالهذا، واكو دعم له مثلا من مفاقس تجهزهم بالاصبعيات بالهذا، ينجح ليش ما ينجح؟ الان بايران ناجح، بالكويت ناجح، السعوديه ايران شفت فيديوهات فطبيعي جدا. طبيعي يعني. ممتاز. الان من البحيرات ربي رزقك ان شاء الله، بيش بده يطلع الكيلو للسوق؟ والله احنا مو هذا الكيلو يعني السوق صاعد نازل معدل يعني. عرض وطلب يعني هسه تقريبا ب7 الا ربع جايين. زين ليش بده يوصل للمواطن ب 11000 وبعد 6000؟ لا ماكو هسه هيك يعني. الان توقعات السيدية ب 11000 ببغداد الكيلو ب8.5 ما يتجاوز التسعة. بس احنا مناطقنا شلون؟ لا معنا ويا الشوي، ويا الشوي ب 11 يعني. الان احنا جاي نبيع هنا على شتف مال البحيره ب7 الا ربع، بس شنو اللي السمكه اللي هي اللي يستعملوها اهل الشوايات اللي هي معدله كيلوين الى كيلوين وربع. هاي المرغوبه. ام الكيلو ونص تلقى الكيلو مالتها ب6 او 6 وربع. ليش هاي تصير هاي هذا هو شكاوي من ارتفاع اسعار الاسماك؟ ها عيني تصير حكي وشكاوي من المواطنين من ارتفاع اسعار. هو كان صح وصل 10، وصل 10، وصل 11 يعني. من يكون مثلا عرض وطلب المعروف قليل والطلب عليه اكثر، بس بالحر بهيك اجواء يقل الناس اكلها للسمك، مو مثل الشتاء. بالشتاء ارغب يعني ممكن يرتفع بالشتاء. اي بالشتاء جيد. يرتفع ويقل تقل السمكه هي هم تقل يعني. زين نرجع لموضوع مهم دائما مربي الثروه السمكيه يعانون من عنده. هو موضوع الاصابات. شنو هاي الاصابه؟ يعني زي يصير من قاعد تجي؟ والله هل هي مفتعله لو هي بعد بالطبيعه؟ الاصابه تصير تجينا اما عن طريق الطيور او بالمي اللي جسم. يعني من تصير مثلا اصابه بشمال بغداد مثلا تاجي ضلوعيه هاي المناطق يبدي المي يجيبها وياه. يعني شوف اول منطقه تنصاب مثلا كانت المدائن. صح. ورا المدائن الحفريه وهاي المنطقه وراها شويه شويه جسمه، وبعدين الطير هو اللي ينزل بهاي الحوض المصاب ينقله الى حوض اخر مثلا يعني مزرعه ثانيه ما مصابه. نعم. شو تسوي للسمكه هاي الاصابه؟ تضرب الخياشيم مالتها يعني الخياشيم مالتها مال التنفس مالتها يضعف التنفس مالتها وتظل خامله نايمه على الجروف الى ان تموت. اها. اي اول ما يضرب الخياشيم يعني اكبر خساره تشوفها. اكبر خساره تعرضت لها بسبب هذا المرض؟ يعني عندي موسم للمواسم 40000 سمكه راحت. هسه يعني انا هسه بدايه هذا الموسم يعني هسه قبل شهر ونص انضرب عندي حوض انا مشتري الكفيه مالته ب 2000 دينار 10000 سمكه راحت. هاي 20 مليون يعني ابو احمد. يعني اليوم تعفن الغلاصم يصيحوا يعني. نعم. هذا يخلق السمكه يخنقها لان هي جهاز تنفسي مالتها بالخياشيم. هاي بس بالعراق انا ما شاء الله اكثر مستثمرين. لا كل العالم موجود. كل العالم باوروبا بال يعني تايلاند بالصين بالهند كل العالم موجود هذا المرض هذا. جيد. اليوم من الدول المجاوره لعندنا من نقدر نستفاد من خبرتهم بتربيه الاسماك؟ والله اكو يعني ايران جيده كلش بتربيه الاسماك خصوصا الكارب. يعني ليش ما نفتح وياهم افق تعاون على مود ممكن هاي بين الوزارات والدول اللي تقدر ويقدرون ومن خلال خبرتهم عندكم تواصل وياهم؟ لا ما عندي يعني يجوز بعض الاشخاص اكو تواصل ويا جامعات ويا شو اسمه. ممتاز. حلو جيد جدا. بس كمعلوماتنا انه احنا ما جاي توصلنا مثلا
طرق العلاج والهاي مال نعم ابو احمد، من خلال يوم خبرتك بهذا المجال وهاي الظروف اللي قاعده تصير بالقطاع السمكي، نقدر نتفائل به مستقبلا؟ ان شاء الله لازم يلقوا لها حل، يعني بالنسبه كعلاج او كل كعلاج كواردات مائيه. نعم كبحيات. الان احنا نعاني طبعا من المي، لانه وزاره الموارد المائيه فرضت علينا تشغيل يومين بالاسبوع، واليومين مو كامله، من 8 بالليل ل 8 الصبح، يعني يصبح يوم يوم بالاسبوع، يوم بالاسبوع. يعني شلون تريد انت تربي اسماك والامن الغذائي والشسمه وهاي وضعيه طبيعي. بالاسبوع كم مره لازم؟ كل اسبوع بس يومين، اربعاء وخميس، ومن 8 بالليل ل 8 الصبح. الشيء الافضل لكم لازم ايش قد؟ يعني خلي يكون بين يوم ويوم مثلا التشغيل، ثلاث ايام بالاسبوع، اربع ايام بالاسبوع، حتى يلحق الجسم. نعم هاي يعني عقوبات وغرامات. لا هي معني طبعا تسوي عقوبات علينا اللي يخالف، نحال محاكم. اليوم يعني بحياتك مجازة موضوع الردم ما وصل؟ لا لا ما وصل يمنا، مجازين احنا من 89. جيد. نعم. يعني مستمرين. ومستمرين جازتنا كاملة ومجددة. وهاي. كلها أجور عليها، يعني كل دونم مسطح ماي 5000 دينار بالسنة، عن كل دونم. كل دونم. كل دونم. أها. ندفع. هاي رسوم لل شو، وحتى اذا اكو سنين متخلفين عنها كلها ندفعها بال. زين. ماكو عفا يعني. عندكم مشاكل موضوع الاعلاف؟ والله الاعلاف اغلبها اللي نجيبها اكو محليه واكو مستورده يعني. التمويل. وهسه المحليه هي سعرها تصير اغلى من المستورده يعني. معقوله؟ اي. شو الدولة يعني الوحيدة احنا المحليه اغلى من المستورده؟ ما يعني. لانه بالنسبه هذا للعلاف الطايف يعني. يكون اغلى. العلف الغاطس لا يكون سعر ارخص يعني. قد يوصل يعني 650 850 الى 850 الف دينار. بينما الآن أقل سعر بالعلف الطايف هو 1,100,000، 1,200,000 إلى 1,400,000. رقم يعني. إيه فرق هواية بالهذا. مو هين يعني هذا الشيء. والمشكلة من ذبت العلف الطايف هواية يتفركث يعني من عنده يذوب بالماء. نعم. فما تأكله السمكة. ما يفيد. بينما العلف الطايف يبقى على سطح الماء، إذا ما أكلت السمكة تعرف أنه عنده خلل بالجسم، اما السمكه مريضه او الماي مالته خربان او حسب يعني هواي اسباب. اسباب يعني يفيدك انه السمش ما جاي ياكل. طبعا كل التحيه والشكر لحضرتك. اهلا وسهلا بيك. وسمحت لنا انه نتجول بهذا المشروع. اهلا وسهلا. نفتخر به رغم اليوم الازمات الكثيره اللي تواجه القطاع السمكي. شكرا جزيلا. العفو اهلا بيكم. اهلا وسهلا. احبتي المشاهدين، حلقتنا في محافظة واسط بأحد مشاريع الأسماك مستمرة، ابقوا ويانا. مشاهدين مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من محافظة واسط حول القطاع السمكي، ولقائنا راح يكون مع أحد الجمعيات المهتمة بهذا القطاع. لقائنا ويا الأستاذ حاتم الحمداني، الضيف الدائم في برنامج أرض السواد، اللي يتحدث بمعاناة مربي الثروة السمكية، وهو رئيس مؤسسة روافد لتنمية وتطوير الاحياء المائيه. اهلا وسهلا بك استاذ حاتم. اشكرك استاذ ظفا. شلون بالسي جي؟ الحمد لله. حكيته صحيح كلي لان الاسم طويل يعني. الحمد لله. هو هذا المفروض عليك الاسم. الحمد لله. شويه تقلل. ما بيها مجال. شلونك؟ الحمد لله. ان شاء الله بخير. الحمد لله.
والحمد لله على السلامه. الله يوفقك. أشكرك. انا شفتك بالقناه ايضا. الحمد لله. ربي يسلمك ان شاء الله، ما تشوف شر بهذا اليوم، الجهد والتعب الكبير يوم من اجل خدمه مربي الثروه السمكيه. هذا واجبنا. الله يحفظك. هذا واجبنا. انتم منظمه مجتمع مدني. نعم. ومعترف بها رسميا. نعم. من قبل الحكومه العراقيه ولديكم. نعم. مواقع. نعم. اليوم في ارض مجازه. مجازه. والحمد لله والشكر. ونرجو ان تكثر الاجايز لباقي ان شاء الله المربي. يا ريت. اي. يا ريت ان شاء الله. ازمه، اهم شيء ازمه المي. مشاكل كبيرة، هي أزمات كبيرة، مشكلة المي يعاني منها مربي الثروة السمكية. إذا تقدر تحدد لنا إياها. والله أستاذ ظفر، حقيقة هي أهم شيء مشكلة المي. المي مثل ما حكى الأخ العزيز أبو أحمد صاحب المزرعة، إنه يعني الموارد المائية تحاول تقلل المياه عن تزويد البحيرات السمكية بالمياه. يعني مثل ما تفضل ابو احمد قال، من ساعه 8 الى للصبح، معناته يوم واحد مي بالاسبوع. يعني هذا يعني السمك هو يعني المي يعني عامل وسط لحياه الاسماك، كعامل مو مستهلك، مو مثل مو زرع. الزرع يستهلك المي، لكن البحيرات الاسماك، الاسماك ما تستهلك، فقط تاخذ الاكسجين. هي يوفر لامور اخرى. بالعكس، ده يوفر الامونيا وده يوفر النيتروجين اللي الزرع يحتاجهن. اها. اي. هاي مشكلة كبيرة موضوعات المياه. يعني مشكلة. حتى المجازين عندهم معاناة. أكيد أكيد، لأنه تعرف هي حقيقة مشكلة البلد كليتها. يعني حتى القطاع الزراعي النباتي هم ده يشكي من قلة المياه. لكن نتمنى من الجارة تركيا المسلمة العزيزة اللي عندنا علاقات بكل مفاصل الحياة اقتصادية وغير اقتصادية، نتمنى انه قاعد غازلها تركيا. يشس هي شغلتنا يمها. شغلتنا يمها. اكو مثل اريد اقوله بس ما اريد احكي بالجو، ما نقدر قنوات فضائية. شغلتنا يمها. سيدي تركيا، فهمتوا المثل مو؟ تحياتنا للشعب التركي، لكن نتكلم على النظام للاسف اثر على مواردنا المائيه. يعني مشكله المياه مشكله ازليه، مشكله ازليه نعاني منها، وخصوصا استاذ ظفر الحقيقه ايضا تاثيرات المتغيرات المناخيه. صح. يعني نسبه الكربون بالجو زادت عما كان سابقا. هاي نسبه الكربون منين جتي؟ جتي من المعامل اللي انشاها الانسان، وخاصة البشر. يعني هسه المفروض العلماء يتجهون إلى الطاقة البديلة، الطاقة اللي ما يستخدم الوقود، والوقود اللي يولد مخلفات ينتي بالنتيجة إلى زيادة نسبة الكربون في الجو. نعم. هاي مشكلة. مشكلة هاي. أيضا التغيرات المناخية قاعد تأثر مباشرة على هذا القطاع. ايش قد خسر وظائف قطاع الأسماك بعد رجم البحيرات؟ والله خسر، يعني تقريبا شو أقول لك؟ بال 500 مليون يعني بالدولار، مو بالدينار، بال 500 مليون دولار خسر. نص مليار تقريبا. ايش قد خسروا وظائف عالم؟ اهو يعني احنا حكينا ذاك اليوم بالحلقه، يعني البحيرات تنتج، اذا انتجت مليون طن، 75% من هاي المليون طن للبحيرات اللي ردمت، فبقى من الكميه 25% من البحيرات للمجازة. ربع الكمية. ربع الكمية ظلت. زين، جمعياتكم كم عضو؟ كم عضو؟ ايه. لحد هاللحظة مسجلين تقريبا 150 واحد. ايش قد تأثروا بموضوع الردم؟ وايد. يناشدوك. طبعا. توصل رسائل؟ طبعا. لمن؟ والله دائما عندنا لقاءات ويا وزارة الموارد المائية بالذات. ما هي الردود للوزارة؟ والله دا تشكي من قلة المياه الواردة. زين هسه يعني قبل سنه سنتين كانت وارداتنا 6 7 مليار، وكنا نربي ثروه سمكيه، الان 20 21 مليار. ليش ما نرجع الى تربيه الثروه؟ لا كان 100 مليار. لا هاي قبل 10 سنوات 70 مليار الفتره الماضيه. وهسه تشدد وزاره الموارد المائيه بتعليماتها، صعوباتها دا تضع خلال على مربي الاسماك، خصوصا البحيرات الطينيه، دا تحاول، ما اعرف الها نيه تلغي البحيرات الطينيه المجازه وغير مجازه، والله ما اعرف.
بالله الغير مجازها غير مجازه بالدين منها، بس البحيرات المجازها بتريد تلغيها وزاره الموارد المائيه؟ اذا عندها فكره الغاء ما اعرف يعني شنو السبب؟ تشدد هي على بود المي. احنا نرجع ونقول المشكله مشكله المي، فيراد اداره، توسع بكميه الاداره. على سبيل المثال ليش ما نلقي بدل ما هالمصاريف نخلي مصاريف على مياه المبازل؟ يدعون انه مياه المبازل بها ملوثات، صح، من المبيدات، من الاسمده اللي ترمى للمزارع، مخلفاتها وين تروح المياه المبازل؟ زين ليش ما القي فد اليه، فد وسيله معينه لاستخدام مياه المبازل لتربيه الاسماك ومعالجتها بحيث تصبح صالحه لتربيه الاسماك؟ هاي وحده. اثنين، المياه الثقيلة، ليش ما تركيا المياه الثقيلة ده تحولها من مياه ثقيلة آسنة إلى مياه صالحة للاستخدام الصناعي والزراعي؟ أها، إي زين. إحنا ليش هالمادتين هذه عندنا فقط يعني مساعدة بالضبط. وبعدين أكو عندنا مشكلة شنو؟ عندنا أيضا مصدر آخر، مياه الآبار. ليش ما شوية أنطي مجال مياه الآبار خدمة للاقتصاد العراقي، خدمة للعوائل العراقية؟ حاتم، أكو هم دائما يصفون البحيرات الطينية بتربية الأسماك البدائية، يعني ليش ما طور بدائية؟ يعني قديمة هيها ماكو وتأثر على ال شنو شنو هي القديمة؟ شنو؟ لا العفو العفو، يعني أنت سؤالك مو هي هنا أكو عندنا طرق، عدة طرق لتربية الأسماك. لا مستر حاتم يقول لك البحيرات الطينية تستهلك المياه. أتحدى أي إنسان مهما كان شخصيته، مع احترامي وتقديري إلهم، إذا يقول لي الأسماك تستهلك المياه أنا أتحدى. البحيرات الطينية، المي، إن كان بحيرات طينية أو غير بحيرات طينية، البحيرات الطينية بها مي، يعني الأرض تمتص المياه. إذا كانت الأرض تمتص المياه، هنا أنا مجبور مربي الأسماك شو يسوي؟ يسوي معالجة للبحيرات الطينية حتى المي ما يتسرب إلى جوف الأرض. فشي يسوي؟ أما يغطيها بالبلاستيك مثل هسه سوى وزارة المواد المائية تبطين الأنهر، صح. فمربي الأسماك أيضا يبطن البحيرات اللي دا يشوف إذا البحيرات دا تمتص المياه، هم يبطنها، يبطن بأنواع. أكو بحيرات تسمى تبطين؟ أي بالنايلون وبالكونكريت وبالبنتونايت، مادة البنتونايت. ممتاز، هو هذا الشيء المحتاجي. هاي البقع السوداء اسماك؟ اسماك هاي، نعم. اها، يعني سرب تقريبا. هاي سرب، اي هاي اسماك بعد يعني دون الاصبعيات اقل الاصبعيات. اي شفناها. استاذ حاتم، ايضا من الاسئله الان المطروحه، يعني ابو احمد، انا كان كل في بالي انه المرض من 2019 كويل هيرمس، يعني هو عنده واحد البحيرات بال 2000، اي بال 2000 ربع قرن ما حليناه بالعراق. مو هذا سؤالك حلو. اي زين، انا اسالك سؤال بالمقابل. اي الانفلونزا اللي يصيب البشر والرشح قدرنا نقضى عليها؟ لا ما بيع، ما عليها علاج. نفس الحاله، يعني نفس اي واحد يقول على لقاح او علاج ما تصير. حاليا حاليا دائره البيطره العامه مع احد المستثمرين ده تشتغل على لقاح معين، بس لحد الان ما وصلوا النتيجه. ده يشتغلون دائره البيطره، واحد خليه يحكي صراحه. حضرنا ندوه، استاذ ابو احمد اجى ويانا الندوه، صارت ويا الدكتور ثامر مدير عام البيطره. اكو محاولات من البيطره، يعني البيطره مو ساكته، بالعكس البيطره ده تشتغل، بس تعرف البيطره هم ده تريد مواصفات عالميه، مواصفات صحيحه، يلا يلا توافق على استخدام هذا اللقاح للجسمه. اها، بهذه الطريقه. زين استاذ حاتم، يعني نحتاج وقت للتخلص من هذه الامراض. خايفين من تنعاد ازمه 2019؟ هي بال 18، مو هي ليش صارت مال 19؟ صارت هي بال 18، بدات بال 18، صارت قله واردات المياه من دول المنبع. قلت من قلت دول المياه، مستوى المي بدل ما كان مترين صار متر. تركيز المرض، تركيز المي. بعدين عندك المخلفات من مياه الآسنة وغير مخلفات المعامل، مخلفات المستشفيات، مخلفات مصافي النبط، وين تروح؟ تروح مي النهر. مي النهر هنا شنو زادت عندنا؟ زادت الأس الحامضية. ايه البي اتش الحامضي زاد فوق من زاد البت من زاد البت الحامضي، الأس الحامضي هنا أثر على الأسماك، صارت الهلاكات.
هلاكات كانت مو طبيعيه، يعني الثروه السمكيه انتحروا، وثمانية خلي يكونون يعني المسؤولين على على بكل مفاصله، ما ادري اشخص، اقول المسؤولين ثمانية انتحروا بال 2018 لان ما عندهم فلوس يسددون مبالغ العلف نتيجه هلاك الاسماك. لكن مع ذلك بجهود وزير الزراعه الدكتور عباس المالكي استطاع ان يعوض 50% صرف 50% للمتضررين اللي انصابوا بالعام 2018. هذا جهد انا اشكر معالي وزير الزراعه على هذا الجهد. ليش من 2018 الى الان الى ان وصلت حكومه السودان يلا نطوي تعويضات، ليش هذا التاخير؟ هنا جهود المسؤولين، يعني معالي السيد الوزير معناته حبه وعمله لابناء شعبه اقدم واصر على صرف التعويضات. اها ويعني جيد، اصر يعني اصر دكتور عباس الله يحفظه، معالي وزير الزراعه الله يحفظه بهذا الجهد، يعني ربي يحفظه ويخليه ان شاء الله. اه ممتاز، يعني التعويضات وصلت؟ التعويضات وصلت واستلموها 50% استلموا 50 بعد اكو 50 واكو اساس جديده يستلمون 50%. يا الله يا الله، هذه الشغلات اليوم اللي نفرح نفتخر بيها انه شخص تضرر بسبب اليوم ظروف مو بيده، ولكن لما يجي تعويض فقط اللي استلموا فقط المجازين. اي استلموا فقط المجازين. فقط المجازين اللي استلموا. اها يعني اكو غير مجازين؟ غير مجازين ما مشمولين. اه حلو جيد. بس نطالب لهم لو متجاوزين؟ لا كلهم كلهم استلموا. ان شاء الله جيد. امر اخر استاذ حاتم، دوركم كجمعيات شلون؟ دوركم عملكم والله هاي ما هي انجازاتكم؟ والله هاي دا نحاول يعني نثقف مربي الاسماك على ايجاد طرق جديده لتربيه الاسماك، منها طرق النظام المغلق والاقفاص العائمه. بهذه اي جيد، النظام المغلق والاقفاص العائمه. نعم. اين وصلنا بالموضوع النظام المغلق؟ ماشيين دي يقدمون اجايز ودي يقدمون مشاريع، دي يشتغلون عندك بالديوانيه، عندك بالرمادي، عندك بكركوك، دي يشتغلون. انتاج شلون؟ انتاج جيد. نزلوا السوق؟ اي نزل للسوق. اها بالبصره ممتاز. بالبصره اي بالبصره. الاخ حجي حامد كربله، حجي حامد حقيقه شويه تاخر على موضوع السلفه، بس يقبض السلفه يكمل مشروعه. يا كل الله. الموافقات حصلت. يا الله تحياتنا لكل المستثمرين بهذا، وخاصة اللي سيتجهون إلى الطرق الحديثة حفاظاً اليوم على الثروة المائية، وهذا هو الشيء الصحيح حقيقة. هاي رسالة لكل مربي الثروة السمكية. أستاذ حاتم، سؤالنا الأخير، مستقبل القطاع السمكي في ظل هذه الظروف هل حيكون بتراجع مستمر أو نتمنى يتقدم بموضوع. نتمنى بس نتمنى من الله دول المنبع يزيدون حصة العراق المائية. هذا طلبكم؟ هذا طلبنا بالدرجة الأولى. ايش قد يعني تريد نريد كلام؟ والله احنا كان 70%، خلي يعطونا 50 70 مليار قصدك 70 مليار متر مكعب سنويا، خلي يعطونا 50 هم ما يخالف، هم تمشي أمورنا وهم نتغزل بتركيا الجميلة الرائعة الراقية. يلا شو نسوي؟ شو نسوي؟ بعد حاجتنا يوم حكم الضعيف؟ لا لا إن شاء الله لا، العراق قوي وقوي. لا العراق قوي بوجود عندنا الإخوان هواية عندنا اوراق او عندنا الحمد لله نستخدمها، ولكن دا يكافحون بالمفاوضات. اي اخلاقنا عراقنا اكبر، عراقنا اكبر، تاريخ 7000 سنه الموضوع. مو عراق صار له 100 سنه لو 50 سنه، عراق العراق العراق قوي يمتلك اوراقه، ولكن المواقف السياسيه اي تعرف ان العراق اليوم العراقي يقدر يستخدم ورقه عدم الاستيراد، يقدر يغض النظر بشكل كبير عن حزب العمال الكردستاني في بالحدود العراقيه. استاذ ظفر ليش يركزون على طريق التنميه؟ ليش ما اربط طريق التنميه بالمي؟ العراقي ما عنده موضوع الغدر ويا الغير وخاصه ويا الجيران، مع العلم قلبنا نظيف محبين للخير الحمد لله والشكر. هذه اليوم بموضوع احنا ما عندنا مشاكل لموضوعات المياه خاصه بالفرات مع سوريا. انتوا عندكم تواصل مع سوريا؟ والله عندنا تواصل. نعم. مع سوريا عندنا، خصوصا يا جماعه دير الزور. العروق العروق ويا دير الزور شويه قريب. اي شويه شنو المشكله؟ دا يجينا المي ملوث، يعني ما دا يجينا مثل تركيا. شنو السبب؟ السبب عندهم هم مزارع. اها اي عندهم مزارع حوالي 200 كيلو متر يمشي داخل سوريا. صح صح صح، هو 200
يدخل من تركيا من تركيا على سوريا 200 كيلومتر يمشي من تركيا. موقفنا المائي ويا ايران جيد، لا الحمد لله عندنا الكارون، يعني الكارون هو لو يعني موقفنا ويا الجارة الإسلامية إيران، خصوصا ويا موقفنا مع فتح نهر الكارون كان مهم جدا، كان اللسان للحي وصل للعمارة، البصرة مصيبة يعني. الحمد لله والشكر، كل التحية والشكر لك أستاذ حاتم، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات، ربي يوفقك وشكرا لك أنه بهذه الحرارة العالية وبعمرك الشاب حتى تقول أول المشاهد هو يحدد أنه الله يسلمك. حقيقة بمساندتك كمؤسسة روافد وتعاونها مع أرض السواد بتوفير حلقات مهمة اليوم تعكس الصورة الحقيقية لواقع الثروة السمكية، هذا واجبنا. شكرا جزيلا لك، أنا أشكرك أستاذ ظفر، أشكرك، هذا واجبنا. أحبة المشاهدين، يعني قبل ما نختم هذا اللقاء وننتقل إلى لقاء آخر وفقرة أخرى من برنامج أرض السواد، الحقيقة يعني اليوم حتى البحيرات المجازة هسه يعني فرضا غير مجازة وردمتوا ضيقتوا إلى أخواننا في وزارة الموارد المائية، ممكن نقول حقهم غير متجاوز او عفوا متجاوز. اليوم احنا عندنا بحيرات رسميه من 89 لها رخصه ولها اجازه، يعني موضوع 12 ساعه باليوم يومين بالاسبوع على موضوع فتح المياه من الانهر لها حقيقه قليل. يعني اليوم كيف يتكيف الاسماك، كيف شو وقت تملأ البحيرات، شو وقت ابدي بشغلي. فنتمنى انه حل مثل هذه المواضيع، ويا رب ان شاء الله مستقبل زاهر للعراق من الشمال الى الجنوب. نلتقيكم بحلقة أخرى، عفوا بلقاء آخر، ابقوا يعني. مشاهدين لقاءنا الاخير مع الاستاذ علاء علاوي احد المستثمرين بقطاع الاسماك، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم، نتشرف بك. الله يخليك. التقينا قبل سنتين ونص. نعم. تقريبا. باسماك الزينه. صحيح. احلالك وين اسماك الزينه؟ والله في هذه الحلوات صراحه اهتمامك ابداعك لا بالاكل، الاكل اي نعم. شو عجب قطاع الاسماك؟ حسب يعني يتاثر بكل شيء، ممكن يعني بالظروف يتاثر، ممكن بالتوفر العلف، يعني هواي اسباب. فمرات القطاع الاسماك الزينه بالذات ياثر بالعوامل، يعني خلينا نقول نفسيه المواطن، الظروف، فيتاثر يعني يقل السحب عليه، فيصير بيه فتور. بينما الاكل لا مستمر، يعني ما الناس ما توقف عن استخدام الاكل، حزن فرح كل شيء. يعني مجرد انا اقول لك مثلا بالصيف يكون مثلا حار، استقبال الناس للاكل السمك اقل. هاي هم كم كهرباء تطفو تشتغل؟ لازم. هاي هسه وطنيه لو مولده؟ هسه وطنيه. وطنيه؟ نعم. هاي تستمر، ايش قد تستمر عندكم؟ ساعه ونص بساعه ونص. ساعه ونص بساعه ونص. مرات مجدوله مرات لا. زين هاي لازم كهرباء 24 ساعه لو شلون؟ نحتاجها. اي نعم. لازم. لازم. شنو تحتاجون كهرباء؟ اكثر شيء للطباشات وللمي اللي نسحبه، المي اللي تبدل به الاحواض في النحالات اللي هي الخنزيرات اللي تسحب المي. لازم مستمر. لازم نعم. يعني اللي هذا اكو مولده تناوب وياها. جيد. والوقود يتعاملون وياكم انتم كاصحاب جايز بسعر مختلف لو؟ احنا دا نشتري الوقود، يعني ما دا تجهز الدوله ابد. لانه يعني ماكو فد دعم هذا المشروع من الدولة على مود الوقود أو غير شيء. لا شنو اليوم دور الدولة بالمشروع؟ يعني ما شفت صراحة خصوصا للمجازين أبد أي خدمة، يعني لا بالكهرباء، يعني تعاملنا تعامل أي شيء، أي مشروع اعتيادي، ولا بالأعلاف دعم. ممكن تعطيك إجازة أنه تستورد الأعلاف، ممكن تشيل عنك الجمرك، هذا اللي ماكو. بالمقابل توفير الماء يعني للمشروع هم ضعيف.
يعني شويه كلها معوقات، فالاجازه ما ادري اشوف فيها اي فائده، يعني خصوصا اذا الدوله هي جاده وممكن تلقى متجاوز نفس ظروفك عايش. نعم، وما ادري ما فرق ابد، يعني هو شنو اللي اختلف يعني بين المتجاوز وبين لا، يعني اذا الدوله جاده بهذا الدعم بالقطاع الاسماك يعني بالمقابل هم يعني توفر للمعوقات تلغيها، يعني قلت لك هذني الشغلات اللي نحتاجها خصوصا المي، يعني المي يعني مهم نعاني من عنده، يعني هسه بالمقابل البحيرات اللي ردمت خلينا نقول وفرت للبحيرات المجازة، والمجازة نسبتها ربع ما كان البحيرات صحيح عموما. صحيح صحيح. فيعني المي هو راجع اول تالي، صح دي يضيع من عنده تبخر، دي يضيع من عند الباطن الارض، بس يعني اول تالي يرجع للنهر بيزول، بيزول ترجع للنهر نفسه. للشط هذا لازم ايش قد يستمر المي، يعني مثل اليوم ترستو والله هي حسب عمر السمكه اللي نزرعها. نعم، يعني حجمها من كل ما تكبر يحتاج لها تبديل ماء اكثر، لان اكسجين تحتاج. نعم أكثر. حكم الفضلات هي اكثر شيء، الفضلات اللي هي اللي حتى ياثر على نموها وتقبلها للعلف، فهاي كلها لازم المي. اليوم كمشروعكم اكثر شيء وين يعني تسويقه يكون؟ عموما احنا يعني جهه الجنوب، يعني واسط، يعني تنطي قليل بغداد رغم قربها على بغداد. صحيح. بس السحب للجنوب اكثر، خصوصا يعني الجنوب يسحب المعدلات يعني الصغيره مو الكبيره. بغداد والهاي نعم هم حسب ما يحبون، مثلا التقلا تقلا اي ليش اقول لك الصغار. نعم. اي ليش اقول لك الصغار، فيعني مو شرط الخشن، بغداد تريد خشن اكثر من كيلو وين. نعم الجنوب حتى لو كيلو ما في مشكله. اكبر سمكه طلعت من البحيرات 13 كيلو كرب. كرب لا 13 كيلو حقيقي، هذا بز مو كرب. نعم عندنا اثنين، واحده 11 كيلو واحده 13. وين وديتوها؟ كانها بس لازم تقطيع يعني. طبعا يحتاج. لا يعني اخذ ما بعتوها. لا لا هاي خليناها للتكاثر، فسنويا تقوم تكبر ما شاء الله. يعني هن يسموهم اميات. الاميات اي، فيكبرن اساسا يعني ما يوقفن، يعني هسه بالموسم هذا عندنا كان 8 كيلوات واصله فنبيعهن 13 كيلو. اي اي توصل. قد ظلت يمكم؟ يعني هي من حوض الحوض الا نوصل، مو صار انتاجها ضعيف يعني. احسن احسن للتفقيس بالاربع كيلوات، خمس كيلوات، ست كيلوات، هذا احسن حجم. من تكبر شلون نقول صارت عجوزه شايخه، بعد تصير ضعيفه. كميه البيوض بها اقل. زين موضوع الاكثار عندكم يعني مختبر لو ايه مفقس؟ نعم. وين مفقس؟ مفقس عندنا موجود للتفقيس. هذا؟ لا بغير مكان. نعم اي للتفقيس يعني، يعني انتم تفقسوا عندكم. نعم. هاي الخبره الكبيره. نعم 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 للزينه وللهاي نفس الطريقه، الزينه والاكل. جيد. نعم. الموضوع اخر يعني اليوم مثل هاي الطباشات توفر اكسجين وهاي الامور. نعم. اضافه الى المدافع اللي اكو امور متطوره بدول الجوار، دول ما عاد ما داخله انه. لا لا بالعكس، هي اصلا من عندهم ما اخذناهن، يعني هذا كله مستورد ونفس الاساليب، يعني هي تنعكس يعني ايش عندنا هناك ايش دا يستخدمون نسويها احنا هم نفس الشيء. نعم. من ناحيه نوع المبدلات الهواء، من ناحيه استخدام المدافع، شنو الاحدث شيء وياهم هم اللي دا يستخدمون نستخدمه نفسه. الاخ على كل التحيه والشكر. الله يخليك. شكرا جزيلا. اسفين يمكن اخذنا من وقتك. لا بالعكس، ما عندي شيء. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا. احبتي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد. كنا نصور ببحيرات متجاوزه وعندهم مشاكل وردم وتجفيف، يعبى اليوم حجه الجهات المختصه واسبابها، قلبتهم متجاوزين. يوم فكرنا نصور ببحيرات مجازة، ولكن أيضا عندهم مطالب، أكو تقصير من الجهات الحكومية، قلة بموضوع سحب المياه، موضوع الكهرباء، أسعار الوقود، كثير من الأمور أيضا قاعدة تأثر بهذا بصورة مباشرة اليوم على مربي الثروة السمكية بالبحيرات المجازة. المجازة اللي عمرها من 89 يعني 35 سنة، صح 35؟ صحيح. رقم كبير جدا اليوم بدنا نحكي عليه، يعني 30 سنة عمر يعني من قبل النظام السابق وقبل. نعم. يعني فللأسف يعني اليوم تخلون أشخاص
انه يقول لك لا وش استفاد اذا اطلع اجازه، اروح بالخفيه واسوي لي بحيره ولا خسران ضرائب ولا شيء. فنتمنى الدعم الحقيقي لمربي الثروه السمكيه لان موفره فرص عمل كبيره وكثيره جدا. تشوفون ذاك البيت وهاي البيوت كلهم عايشين على هذه البحيرات، عمال في هذه البحيرات، فهي مرتبطه حياتهم بهذا الشيء. احبتي المشاهدين، ارض السواد ما زال مستمر بكل حلقات بمختلف المحافظات. ان شاء الله يا رب حلقه عجبتكم، انتظرونا بحلقات اخرى. الى اللقاء.